النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير والبداية دائما من العناوين. وزارة التربية تفتتح ورشة للتدريب على مادة التعلم الوجداني الاجتماعي. فريق مدرسة المتفوقين الثانية في السويداء يفوز بالبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ضمن إطار مشروعات التطوير التربوي وبعد إدراج التعلم الوجداني الاجتماعي في صفوف التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى الثامن الأساسي، أقامت وزارة التربية ورشة تدريبية بهدف التعريف بالمبادئ الأساسية للمادة وشرح آلية تطبيقها. ريم غانم والتفاصيل. ضمن إطار مشروعات التطوير التربوي وبعد إدراج حصتي التعليم الوجداني الاجتماعي، انطلقت ورشة عمل تدريبية مركزية على تطبيق المادة للموجهين التربويين الأوائل وموجهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الفنية والموسيقية والرياضية. وزير التربية الدكتور دارم طباع تحدث خلال حضوره الورشة عن أهمية إتاحة فرصة للطلاب لتنفيذ المهارات التي يتعلمونها خلال تطبيق المنهاج، لتكون لديهم القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار وإعداد أي مشروع. بتحدث عن آلية تطبيق منهاج مادة التعلم الوجداني الاجتماعي، من كيف ستطبق في المدارس. صرحنا أنها تتضمن 4 محاور أساسية، هي مهارات الحياتية، مبادرات، مشروعات، وتربية مهنية. نقدمها للطالب من خلال أنشطة، مهارات حياتية، مواقف يومية يعيشها الطالب، يتعلم من خلالها 5 مهارات أساسية هي تتضمن التعلم الاجتماعي: مهارة إدارة العلاقات الاجتماعية، إدارة الذاتية، مهارة صنع القرار، التعايش مع الآخر، المواطنة الفعالة. هذا هو محور ورشتنا في الجزء الأول منه. في الجزء الثاني نتحدث عن مهارات الحياة وأنشطة تطبيق بعض الأنشطة على المتدربين، وينقل هذه الأنشطة إلى المدرسين وكيفية تطبيقها مع طلابهم في الصفوف. آلية التطبيق رح تكون بسيطة جدا. ما حصل عليه المتدربون هنا في هذه الدورة سيتم نقله من خلال الموجهين الأوائل والموجهين الاختصاصيين والموجهين التربويين إلى موجهي المحافظات ومدرسي المحافظات، وبالتالي سيتم ذلك مباشرة بعد العودة إلى المحافظة. بالبداية الورشة يعني الملامح الأولية إلى جيدة، عم ناخذ فيها أسس التعليم الوجداني وأهميته وليش نحن بهذا الوقت نحن كنا بحاجة له، يعني ملاحظة للميدان وجدنا أنه بحاجة كثير لتطبيقه والاستفادة منه. اللي أخذناه هلا بالدورة هو أسس تطبيقه كيف يطبق بالمدارس. متابعة ستتم من قبل الموجهين التربويين والاختصاصيين بالميدان، وبالنهاية سيتم تقويمه من خلال بطاقات رصد يقوم بها الطالب بنفسه وتقدم للمعلم. تستمر الورشة على مدى يومين، يتم خلالها تدريب الموجهين على التعريف بالمادة وآلية تطبيقها والمهارات الحياتية والمشروعات والمبادرات والتربية المهنية، بحيث يتم تطبيقها وتنفيذها على المدرسين في المحافظات السورية كافة. فاز فريق مدرسة المتفوقين الثانية في محافظة السويداء في منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2021، والتي اختتمت في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. ريم عليا وهذه التغطية. سعيا للوصول لطلاب قادرين على التعبير عن أفكارهم وتقبل أفكار الآخرين، فاز فريق مدرسة المتفوقين الثانية في محافظة السويداء في منافسات المرحلة النهائية من البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية لعام 2021، والتي اختتمت في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق. بالتأكيد المناظرات الثقافية اللي عم تتم اليوم هي جزء من تطوير آلية التعليم اللي اتبعناها بالمناهج المطورة. نحن اليوم لا نريد الجيل الجديد أن يكون جيل متلقي وجيل مكرر لما يوجد في الكتب وفي الدراسات، نريد جيل قادر على التفكير الناقد، على البحث، على الدراسة، على الاستقصاء،
واتخاذ القرار. هذه الفعاليات اللي فعلا بتنمي وبتطور آلية التفكير المنهجي الحي، آلية البحث بعيدا حتى عن فقط الكتب المدرسية أو المناهج المدرسية، تطوير فكري حقيقي يعني يكون من خلال مناقشة قضايا هي قضايا الساعة، هي قضايا معاصرة مهمة. الهدف من هذا المشروع مو بس لحنا نعمل مسابقة وطنية مرة بالسنة تتنافس فيها الفرق المدرسية وخلص، حقيقة هو نشر لثقافة المناظرة وأسلوب المناظرة، وخاصة أسلوب البحث العلمي في مناقشة أي قضية سواء كانت بالشأن العام أو قضية عالمية من قبل الطلاب أو الجيل الشباب. شملت المناظرات المدرسية طلاب المرحلة الثانوية من أعمار 15 وحتى 18 عاماً بمشاركة 16 فريقاً من مختلف المحافظات. بداية كان عندنا مرحلة أولى أقيمت بمقر رئاسة جامعة دمشق من حوالي شهرين، هلا المرحلة الثانية كانت بهي الفترة أقيمت بقصر المؤتمرات. كانت المرحلة الثانية متميزة شوي، كان في عندنا جمل محضرة أول يومين، بعدين صار ارتفع مستوى المنافسة بين الفرق على الجمل الارتجالية، صار في تحضير بين الفرق أكثر. هاي أول سنة بتكون إنا مشارك فيها، وكانت تجربة كتير حلوة ورائعة وغيرت شيء كتير حلو بحياتنا على الصعيد الشخصي والحياة. تضمن حفل الختام عرض فيلم عن أجواء ومراحل المسابقة وتوزيع الميداليات الذهبية على الفريق الفائز بالمركز الأول والميداليات الفضية على الفائزين بالمركز الثاني، واستعرض عدد من الطلاب المشاركين تجربتهم في هذا المجال. أقامت مديرية التربية في حماة دورة تدريبية لمربيات الأطفال حول المهارات الحياتية التي تسهم في تكوين شخصية الطفل. وليد سلطان والتفاصيل. في إطار خطة وزارة التربية بالتعاون مع مؤسسة الأغا خان وضمن مشروع استعدوا للالتحاق بالمدرسة، أقامت مديرية التربية في حماة دورة تدريبية لمربيات الأطفال حول المهارات الحياتية التي تسهم في شخصية الطفل. محاور الدورة هي عبارة عن مهارات حياتية بتتضمن التعلم والتوظيف والمواطنة الفعالة. هناك مواضيع محاور أساسية لمدة 5 أيام تم إعطائها ونستكملها حالياً. اليوم عندنا محور التوظيف اللي هو بيضم التعاون والتفاوض واتخاذ القرار، وهي مهارات أساسية لازم أي مربي تتمتع فيها لكي تنقلها للأطفال في المستقبل. تأتي أهمية الدورة من كونها تساعد الطفل على تخطي الصعوبات في المراحل التعليمية الأعلى وتسهم في بناء مستقبله بشكل صحيح، كما تسهم الدورة في تطوير عمل المربيات من خلال عملهن الميداني، حيث يدركون الإيجابيات والسلبيات في كل ما يقدم للطفل. الخطة اللي عم نشتغلها عبارة عن مهارات حياتية، طبعا كتير نحن استفدنا منها لأنه مفاهيم جديدة علينا، وعم نحاول نطبق أنشطة على كبار علينا نحن بالأول مشان نطبقها مع أطفالنا نحن مرحلة رياض الأطفال. تعلمنا شيء عن مهارات الحياتية بتفيدنا نحن بتعاملنا مع الطفل لكونه احتكاكنا نحن مباشر مع مرحلة ال5 سنوات. بصراحة كانت الدورة كتير رائعة، أكثر شيء كان بميزها هي نقطتين، كيف أنه المربية هي أنه الطفل هو اللي بيعلم حاله بحاله، وكيف المهارات والأنشطة اللي عطونا إياها مع الأطفال يعني هو بيتلقى المعلومة وهو بيستنبطها وهي دورة الإشراف فقط. يذكر أن مدة الدورة 5 أيام وعدد المشاركات 50 متدربة. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. محافظة السويداء تكرم جرح الحرب الناجحين في شهادة التعليم الأساسية والأوائل على مستوى القطر في شهادة التعليم الأساسية. سماهر دنون التفاصيل. عبارات مباركة وتهنئة وجهها المهندس همام دبيات محافظ السويداء لتسعة طلاب ممن تفوقوا في شهادة التعليم الأساسي والمهني من جرح الحرب والأوائل على مستوى القطر من محافظة السويداء، بحضور رئيس مكتب التربية والطلائع والتعليم العالي المحامي وليد أبو عسلي، ورئيس مجلس المدينة المهندس رسمي العيسمي، وعضو المكتب التنفيذي أبو ثين الحلبي، ومدير التربية بسام أبو محمود. الجرحى هذا تكريم معنوي أكثر منه مادي، الغالي منه الاهتمام بجيل الناشئ، دفعه من أجل متابعة التعليم، إظهار أن هذا التعليم ليس فقط هو عبارة عن شيء عابر، إنما هو
محطة رئيسية من محطات الشباب، من نقاط الشباب التي يجب أن يقفوا عليها لأجل مستقبل واعد ومشرق. هذا التكريم هو عبارة عن مبارك ودفع معنوي لطلابنا الحصل على علامات التامة، إضافة لجرحى الجيش العربي السوري انتصروا بإرادة على إصابتهم، ومن ثم هذه الإرادة الصلبة الحديدية استطاعوا فيها تحصيل علمية فكانوا بيستاهلوا التكريم منها. أولا نشكر السيد المحافظ على مبادرته وتعاونه مع مديرية التربية واهتمامه بالأخص كمان مع المتفوقين. هذا التكريم هو تكريس للتفوق، تكريس للعلم، لأن الأوطان تبنى بالعلم، وهؤلاء الطلاب طبعا متابعين من قبلنا نحن، وهن دخلوا حاليا مدرسة المتفوقين، فهو مشروع تفوق مستمر وهو هذا بداية التفوق. وعن هذا التكريم وما أضافه من دعم معنوي تحدث المكرمون. التكريم هذا بيعنينا شيء كبير، بيعطينا دافع لنكفي طريق عالمنا ومسير حياتنا. قدمت تاسع مع أنه عمري 44 سنة، وطبعا أنا قدمت تاسع أنا وبنتي، اثنيناتنا نجحنا بس أنا على علامات منا. بتشكر الشباب الجميع اللي عندهم أعطوني القوة والإرادة لنكون إيد واحدة، أنه بغض النظر أنه أنجزنا بالقتال وبالعجبهات انتصرنا، وبقيادة الدكتور بشار حافظ الأسد والسيد الأول على طول ما بتقصر، كلها كرام وطيب، وإن شاء الله الأمور منيحة لقدام منتصرين. التكريم زاد من معنوياتي وحفزني لمني أخذ جامعتي طبعا بقوة. نحو إعلاء صروح الوطن تتضافر الجهود علما وعملا وتكريما للسير قدما لتحقيق الأفضل. للتربوية السورية سما هردنون، السويداء. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. استجرار أكثر من مليون كتاب مدرسي في دير الزور استعدادا للعام الدراسي الجديد. أهلا بكم من جديد. استجر فرع المؤسسة العامة للطباعة بدير الزور نحو 1,100,000 كتاب مدرسي لكل مراحل التعليم الأساسي والثانوي. هذا وأكد مدير فرع المؤسسة في المحافظة كاسر المحمد أن الفرع يعمل على توزيع الكتب للمدارس من خلال 9 مراكز للبيع، كما يعمل حاليا على افتتاح مركز آخر في الريف الغربي. وأشار إلى أنه تمت حتى الآن تغطية 75% من حاجة الطلاب لهذا العام من الكتب المدرسية البالغة نحو 1.5 مليون كتاب، مبينا أن الفرع مستمر باستجرار الكتب لحين تغطية احتياجات الطلاب، متوقعا الانتهاء من الاستجرار مطلع العام الدراسي الجديد. أقيمت في محافظة طرطوس دورة مشرفي فرقة، حيث التقى اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث رئيس مكتب التربية والطلائع الرفاق المشاركين في الدورة ماهر مرشحة والتفاصيل. التقى الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي وأمين فرع الحزب بطرطوس المشاركين في دورة مشرف فرقة، والبالغ عددهم 500 دارس ودارسة، والتي يقيمها فرع طلائع البعث بطرطوس، حيث تحدث خلال اللقاء عن دور المعلمين كبنات حقيقيون ودورهم في الميدان، وعن أهمية الخبرات التي يكتسبونها خلال هذه الدورات وضرورة ترجمتها للعمل في الميدان الطليعي والتربوي. كما تحدث عن الوضع السياسي الراهن وضرورة العمل الدؤوب للتغلب على الصعوبات وتذليلها، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية والتربوية والطليعية في محافظة طرطوس. منظمة طلائع البعث باعتبار أنها مسؤولة عن الأنشطة اللاصفية على مستوى الجمهورية العربية السورية تهتم بإعداد الكوادر مسبقا، يعني الرفاق الدارسين الذين تم اللقاء بهم هم بالأساس طلاب معاهد وطلاب سنة ثالثة كلية التربية معلم صف، وهؤلاء في المستقبل القريب سيكونون في ميادين العمل والإنتاج مترجمين شعار السيد الرئيس الأمل بالعمل، وسيعملون في أهم مفصل البناء الذي هو بناء الإنسان، وعليه نحن نبدأ مبكرا بإعدادهم وتهيئتهم وإكسابهم المهارات والأنشطة والمعلومات وكل ما يعني يحتاجون إليه مستقبلا في العمل التربوي. هي الدورة الأولى في السجل التنظيمي أو في السلم التنظيمي للدورات الطليعية. هذا اللقاء طبعا
تشجيع ورسالة محبة من الرفاق القادة بالسياسيين والتربويين يواجهوها لشبابنا في كلية التربية والمعاهد. نشكر منظمة طلائع البعث ومديرية التربية على هالدورة التدريبية اللي هي رح ننقلها لجيل المستقبل. ضل إيد وحدة ونبني مستقبل جديد ونتمثل بشعار قائد الوطن دكتور بشار حافظ الأسد الأمل بالعمل. ننشر المحبة والسلام لأطفالنا كأن احنا مدرسين للأجيال القادمة. تسعى منظمة طلائع البعث من خلال هذه الدورات لتأهيل وتدريب كوادر المعلمين لأنهم ركيزة وطنية أساسية في بناء العقول وتحصينها وغرس القيم الوطنية والقومية لدى أبناء سوريا. للفضائية التربوية السورية ماهر مرشحة طرطوس. نهاية النشرة، تذكير بأبرز العناوين. وزارة التربية تفتتح ورشة للتدريب على مادة التعلم الوجداني الاجتماعي. فريق مدرسة المتفوقين الثانية في السويداء يفوز بالبطولة الوطنية للمناظرات المدرسية. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. إلى اللقاء.